نحلل وإياكم مشاهدين أداء الأسواق العالمية مع ضيفتنا لينا قنوة محللة الأسواق المالية في إيكوتي جروب. نحييك لينا، كل عام وأنت بألف خير. بالدرجة الأولى دعينا نبحث معك الدولار الأمريكي الذي انتزع قوته ليصل إلى أعلى مستوياته في 20 عام، وإن كان تراجع بعد قرار الفيدرالي قليلا لكنه ما يزال في قناة صاعدة. إلى أي حد تعتقدي أنه هذا القرار سيدعم صعود الدولار، وخاصة أنه ننتظر من الفيدرالي عمليات رفع قادمة ضمن السياسة التشديد؟ أهلا بك وكل عام وأنتم بخير. بالفعل مؤشر الدولار الأمريكي يعني تقريبا عند أعلى مستوياته في 20 عام، ارتفاع خلال الأسبوع الماضي ب 14%، مكاسب للشهر الخامس على التوالي. نتحدث عن ارتفاعات خلال الشهر الماضي ب 4.19% من الارتفاعات، وهو من رفع الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. دعم مؤشر الدولار الأمريكي نحو الارتفاع، وأيضا خصوصا أن التوقعات أصبحت بحسب مجموعة CME أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة القادم بواقع أيضا 50 نقطة أساس ب 84%. طبعا مستبعد الرفع أن يكون ب 75 نقطة أساس، لأنه خلال القرن 21 لم يحصل مثل هذا الرفع ب 75 نقطة أساس إلا إذا جاء يعني التضخم يوم الأربعاء يعني المرتقب، أنه بيانات التضخم اللي كانت وصلت عند 8.5% إذا كانت أعلى من التوقعات ممكن نشوف رفع على 75 نقطة أساس. لكن السوق الآن عم تتوقع أنه يكون في انخفاض للتضخم ب 8% أو بيكون في رفع لأسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس. هلا حتى نهاية العام التوقعات ب 2.75 تقريبا 3% أقل من يعني أقل التوقعات يكون ب 2.50 2.75، وبعض المتداولين في السوق عم بيتوقعوا انه يكون الرفع اكثر من ذلك حتى نهايه العام برفع اسعار فائده من 3% الى 3.25%. عم نشوف رفع اسعار الفائده بالرغم من تباطؤ الاقتصاد الامريكي، وشفنا كيف تباطؤ الاقتصاد الامريكي ب 1.14%، لكن يعني نتيجه التضخم المرتفع يجب انه على الفدرالي الامريكي ان يقوم برفع اسعار الفائده، وربما يكون رفع اسعار الفائده مقارنه ببنوك مركزيه اخرى اسرع. يعني متوقع انه بنك انجلترا انه يرفع اسعار الفائده اكثر، البنك المركزي الاوروبي اقل شيء يكون الرفع فقط 1%، وهذا بسبب التوترات السياسية الروسية الأوكرانية ما رح يقدر أنه يرفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع التضخم اللي وصل بمنطقة اليورو تقريبا ب 7.5%. برأيي الاتجاهات ما زالت صاعدة على مؤشر الدولار الأمريكي، وخاصة نحن عم نتراوح مستويات 104 وربما مستويات المقاومة 174. هذا بخلينا أنه نشوف مستويات أكثر من ذلك فوق 106 دولارات لو حافظنا على تلك المستويات. في الاتجاه صاعد لمؤشر الدولار، وخاصة عم نشوف انه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا عم ترتفع بشكل كبير فوق 3%. طيب لينا، يعني بالنسبة للأصول الأخرى والأسواق العالمية تسعر عدة ملفات اليوم، يعني ليس فقط ربما توترات الجيوسياسية، ولكن لدينا مخاوف من الإغلاقات، نتحدث عن الصين يعني والإجراءات التي تقوم بها للحد من ارتفاع الإصابات من جهة أخرى، كذلك لدينا عدة ملفات وتوجه الفيدرالي مثل ما ذكرتي سابقا. يعني الآن برأيك، تحدثنا عن الأسواق المالية، تراجعات استمرت لعدة أسابيع متتالية سواء في وول ستريت وغيرها من الأسواق، برأيك هل لديها مزيد من التراجع يعني قد نترقبه على الأسواق المالية؟ نعم بالفعل كما ذكرتي التوترات السياسية الروسية الأوكرانية عم يعني تضغط عم تخلي ثقة في الأسواق أنه يعني بتخف ثقة في الأسواق المالية. أيضا رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كمان هذا بيضغط على الأسواق المالية. الإغلاقات في الصين لأن هذا بيأثر على التباطؤ الاقتصادي في الصين، ونحن بنعرف أنه صندوق النقد الدولي عم بيتوقع أنه يتباطأ نمو الاقتصادي العالمي ب 3.6%، فهذا عم بيضعف مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية. وعم نشوف كيف المؤشرات بشكل عام عم تتراجع، مؤشرات الأسهم المالية، وخاصة نحن عبر التاريخ بنشوف أنه دائما إذا كان في رفع أسعار فائدة له فائدة طبعا، وبيكون بيخلي أنه أسواق الأسهم أنه ترتفع. لكن للأسف أنه عم نشوف كنا بالتاريخ رفع أسعار فائدة بترافق مع نمو اقتصادي جيد، اليوم عم نشوف رفع أسعار فائدة ما بترافق مع نمو في متوقع بتباطؤ اقتصادي، المخاوف من حصول ركود تضخمي، فهذا عم بيخلي المخاوف من
مخاوف بذلك انه الاسواق عندها حاله من القلق، فبالتالي عم نشوف ضعف في اسواق الاسهم. وشفنا كيف مؤشرات الداو جونز الاس ان بي 500 كيف تراجع بشكل كبير، وحتى عم نشوف كيف الضغط تقريبا عم نتحدث من مطلع العام عم يتراجع باكثر من 18%. فبالتالي كل هالعوامل عم بتؤدي لنتيجه ايضا التضخم المرتفع بشكل كبير، وهذا غير صالح، يعني ما عم بيخلي انه عم بيزيد التضخم المرتفع بشكل كبير وسط 8.5، عم بيزيد من عوائد المتحققه من اسواق الاسهم. فبالتالي في بتوقع مزيد من الانخفاض في اسواق الاسهم، لا اقول انهيار، وهو ربما بس فقط انخفاض في اسواق الاسهم. بالتالي في حال انه كانت يعني اللي عم نشوفه من السياسات النقديه ومن البنوك المركزيه، السياسه اللي عم تتبعها، هل هي كافيه لكبح ارتفاع التضخم؟ هذا بيرجع الثقه في اسواق الاسهم. اذا انتهت التوترات السياسيه الاوكرانيه الروسيه، هذا راح يعيد ايضا الثقه في اسواق الأسهم. نعم. فهذه العوامل ربما رح نشوفها أنه بتعيد الثقة في أسواق الأسهم، لكن هلأ على المدى القصير بتوقع أنه مزيد من الانخفاض في أسواق الأسهم، وخاصة أنه عم نشوف اللجوء. نعم. إلى الدولار. نعم. الأمريكي كملاذ، عملة الملاذ الآمن. شكرا جزيلا لك سيدة لينا قنوع، أنت محللة الأسواق المالية في إيكوتي جروب.